بسم الله، هلو، الله يعطيكم ألف ألف عافية. رجعنا لكم بلعبة باتل فيلد 2042. طبعا أنا من أكثر الناس اللي قاعدة تستنى، أنتوا عارفين طبيعي. بالبداية إن شاء الله يومكم سعيد وجمعة مباركة على الجميع إن شاء الله، وبإذن الله راح يكون من بداية من اليوم إن شاء الله تقريبا شبه يومي راح يكون في تنزيل لفيديوهات باتل فيلد. بالبداية طبعا راح يكون شرح لكل شيء، يعني ما راح أوفر عليكم أي شيء إن شاء الله. راح يكون اللي بدكم إياه، اللي سألتوني عنه، اللي راح تسألوني عنه راح يكون متوفر وموجود بإذن الله. ولقدام راح أصير أعمل لكل مود جديد، مثلا البورتال، هازارد زون، المولتي بلاير، المابات، الأسلحة، لكل شيء راح أعمل لكم شرح تماما وافي وصافي بإذن الله. بسم الله نبدأ. خلينا نشوف في البداية، أنا هاي طبعا اليوزر أجريمنت على السريع نمشي فيها. الله إني مشتاق لكم، أنا عارف. كيف نمشي للآخر؟ حلو. هو لازم أتوقع هاي طريقة، يعني إذا في طريقة ثانية فيدونا. خلينا نجرب. خلاص، طب خلاص، يعني انا لازم انزل يعني. زودوها شوي بالبداية، مش مشكلة والله. من ساعة بنزل على الفاضية. مربع. اوكي، حلو. حلو، يعني قاعدين يقولوا لك انت لما تلعب باتل فيلد حالتك في اللعبه راح تنتشر مباشره على باتل فيلد كوميونيتي. يعني اتوقع السكور والكلات والدوك تاجز والشغلات هاي جميعها. عفوا. تمام، حلو. لا احنا بدنا كروس بلاي. اوكي، color blend off color terranopia off custom off. لا طبيعي، انا اعتقد انها افضل. subtitles حلو والله. subtitle off on. ما هو حاطين واحدة تحكي، ما بعرف اذا سامعين ولا لا. بس جميل يعني، حلوة. ها off سامعين؟ اوف on اون. نايس. subtitle text is normal. you're not reading a subtitle example. alright. large لا خليها small normal. والله اعتقد small عشان سمول احسن. صح، سمول احسن والله. plain coming text chat speech. اوه. حلو والله. هي اوف، راح اخليها اوف طبعا. بس هي بيقول لك اوتوماتيكلي كونفرت اني انكمينج تكست شات مسج تو فويس. طبعا انا كنت بريطاني زمان. المهم، اي حدا يبعث لي مسج في الجيم مثلا او كذا بتتحول لقراءه مباشره، نفس صوت هاي اللي قاعده تحكي البنت مثلا اوف اون هيك. بس مثلا كتب لك شغله راح يترجم لك اياها، بس اكيد راح يطلع الصوت ملعوب فيفا. بالمره. motion blur 50 هاي ما راح نلعب فيهم. اوكي، soldier sprint هولد احسن. تقل لا شو اللي. لا 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 لا. off. اوكي soldier weapon zoom off on. اوكي hints for controls. اوكي camera shake command 1 ممتاز. طيب color continue. blend off. نروح brightness 50 brightness. هو 100 صوت music صوت. sound اوكي in-game announcer volume sound بس configuration 1. واو صراحة، فكرة انها واحدة تقعد تقرأ لك، ما بعرف اذا بالعربي موجود، راح نشوف احنا. بس خلينا هسه احنا مبدئيا على عنا يعني. هسه هاي طبعا كالعادة انا نصحتكم الوار تيبس، خلوها دائما. اوكي، لانه الصوت راح يكون رائع فيها. هيك هي انصح الجميع. ما بعرف شو صراحة هاي سنسيتيفيتي راح نلعب فيها جوا الجيم، انا ما راح اقدر اسوي فيها اي شيء هسه. بس ان شاء الله لما نفوت داخل الجيم بين معنا كل شيء باذن الله، لانه ما راح اتفلسف صراحه قبل ما افوت. اوكي calibration completable. you have now finished calibration. you can change these settings and more at any time from the options menu. easy peasy. حلو، خلص. بسم الله نبدا. احيو الله على البدايه. خلينا نشوف.
Fire. Flint. Language. Machines. In the face of crises, humanity adapted. We became warriors, explorers, builders, dreamers flying forward. In control of a changing world. 45 in Paris, the highest temperature ever recorded in the hurricane season. قوة، الله قوة، داء قوية. قاعدين يفرجوا لكم شو صار في العالم على أساس. حلو. من حروب، حرائق. I'm old enough to remember what that world used to be like. We had places we belonged. Country. Community, family. Have ravaged 50% of global shipping ports, threatening food supply chains. The population continues to riot in the streets. Military to fortify their borders. At what point does a country? وقعت عملة اليورو على أساس. One failed state became a dozen, and now there's millions of refugees headed every direction, except home. 1.2 billion people have been displaced by the shocking chain reaction. We call ourselves no pads. Non-patriated, stateless no warriors fighting for our survival. The world's non-patriated fighters are choosing sides between Russia and the United States in their caught between the last two superpowers as they circle each other, fighting for resources, threatening to draw us into a new kind of war. Hello. ضربوا على اساس الطاقه يعني And the intel on board is all the excuse either side needs to send us straight to hell. طيب انا راح امشي لكم صراحه لانه انا شكلها بدي اشرح لكم القصه اللي صارت شكلها طويله هاي احنا بدنا يعني نلعب بلا ولا نلعب حلو دقيقه ايرش الجماعه الطيبه يا ريتني ما حكيت شيء استعجلت انا حلو بسم الله نبدا هسه صارت اكسل كونتينيو ممتاز I only have time to explain this once. بدي اشرح لنا على الكونكويست وعلى الشغلات اوكي. Fighting to gain and then hold sectors. The fight continues until one side runs out of reinforcements and is forced to withdraw. That's it. Now, how do you gain sectors? You gain a sector by securing the objectives inside. To secure an objective, clear it of all hostiles. Once one side holds all the objectives inside a sector, it's theirs. Holding more sectors than the enemy. طبعا اتوقع انتم عارفين هذا الحكي كله يعني bleed the other team to zero and it's over. اه مش راح يمشوها مش راضين. غصب عني راح اشوف. اوكي. But matches are won or lost by capturing sectors. Eyes on the prize people. Move out. نايس. بسم الله. ان شاء الله بداية خير. يا سلام. حلو هاي بدهم يدربون اشكلهم. اوكي. Heads up. You contact. اوكي. Wow. فيك. طيب خلينا نلعب ايرش طبعا ايرش حبيبنا. Commander Connell, who am I talking to? Kimball Gray, sir. اوكي. One of the NOPAT task force on the ground. خلص دقيقة شوف 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 يا شاكر. انت حاطين ايش؟ هم بس بدنا نجرب ننزل طيب اوكي. عشان تدربونا طب انا بلعب من 2005 باتل فيلد يا مش مشكلة الجرافيكس نار 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 يا حبيبي اوكي remember your training Attack the objective! Go!
اوعى اوعى بلشناها. Locate and capture objectives. Huh. The battle's not over yet. Four-way point! Let's move! That's it! Great work! Huh. The sector is now under our control. You know we control all sectors. بس ثواني. اوكي هم قاعدين يلا خلينا نكملها مش مشكلة. غازي العرب. مش حاطين ولا شيء. لا لا. اوب 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 اوب. حلو. حلو. بداية نار. هو يعني انا سنسيتيفيتي غلط كله غلط سوري يعني حكم علي في البداية. على البوتات قاعدين نموت. طيب اصبر. ها شال هيك حموت ما بزبط. هاريك حريش ايمهم شوات. من الحلال صبرك علينا. انا الايم والله ما انا عارف اتحرك فيه. ثواني اوف 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 يا زلمة مش طبيعي. قاعد اموت ضد بوتات يا جماعة الخير. ثواني بدي احاول اشوف السيتنجز سريع. هاي ما راح تسكت شكلها من هون لاسبوع. دقيقه شو هذا؟ كنترول اوكي. طيب من سب تايتلز منيو ناريشن سولجر كنترولز جنر باس جنرال اعتقد. لا فيلد اوف فيو 55 فيلد اوف فيو. احنا لازم نزيد اول شيء. انا بالعاده بلعب على خلينا نقول 95 خليه. طيب السنسيتيفيتي وين؟ الكنترولز ما وين؟ لا مش هيك ايوه هون. سولجر زوم ايمز دبل تاب فورورد تو سكرين توب فيلد اوف فيو. لا اي بعدين هسه خلينا احنا السنسيتيفيتي العاديه جنرال سنسيتيفيتي يمكن اعتقد. لا طيب فيرتيكال ايم. ثواني وين راحت؟ سولجر ويبن زوم سولجر زوم ايم سنسيتيفيتي 1. ايوه لما اكون مزوم نزيدها شوي نخليها 120 مثلا. بس احنا بدنا يعني ال كنترولر فايبريشن. خلص بس نطلع بس نطلع من هون ونسويها. اوب 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 شو هذا؟ عاصفة حركات. شو ما بموت هذول ولا كيف؟ موت يا عمي موت. هوب 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 هوب. هوب هوب. حلو. ايوه اقعد. الدبابة شالتني. طيب العموم راح اطلع. خلينا نشوف اللعبة اصلي. احنا داخلين نلعب لعب بوتات ما بزبط. فاكرين اول مرة جايين نلعب عيب. Press option button for accessibility options. Press cross button to select experience. اوكي حلو. اساي يعني بالبداية راح اشرح لكم سريع. الاول اوت وارفير اللي هي الملتي بلاير المعروفة. الهازارد زون اللي احنا لازم نجربها. لازم انا مش قادر بس ما حافرجكم اياها هسه بالفيديو الجاي. والبورتل طبعا ما راح احكي اكثر.
اللي هي باتل فيلد 3 وباتل فيلد في اعتقد لا مش في اللي هي الحرب العالميه بعتقد اظن في او باتل فيلد 2 القديمه 1942 اسمها كان والله ما نعرف شو اسمها وفي كمان جزء المهم انها جمعت لك بين اجزاء باتل فيلد اللي احنا كنا نحبها ونلعبها دائما حطت لك اياها في جزء واحد فاحنا بنقدر انا العب مثلا في الجيش باتل فيلد 3 وانت في جيش باتل فيلد 2042 شوف لي المتعه هاي في اي بي ما بعرف صراحه شو لسه بدي استكشف لكم كل شيء بس مبدئيا بس احنا على كل حال بس خلينا اشوف بالسيتنجز في الجنرال سنسيتيفيتي اعتقد دقيقه convert incoming voice to tech color blend subtitle soldier sprint طيب احنا من السنسيتيفيتي soldier controls with all مش من هون طيب مش من هون soldier aim sensitivity ايوه soldier aim sensitivity احنا راح نجرب هسه نرفعها ل خلينا نحكي 45 لا خليناها 50 نجرب على 50 هسه هي افضل حل يعني ونشوف الباقي طيب على كل حال انا سيتنجز شرحتها بالبيتا اذا تذكروا في فيديو كامل شرح للسيتنجز على البيتا شوفوه اذا بدكم تعرفوا السيتنجز هسه ما بعرف مش اضافوا شيء جديد بس اكيد اضافوا شيء جديد هاي الكنترول مابينج اللي هي بدي اطلع الماب كامله على التاتش باد والابورت ماتش ميكينج حلو والشات ار 2 اذا بتطلع الشات تيم شات شانل ما بعرف صراحه شو هي بتحكي انا ما راح اترجم لكم هاي لبعدين يعني هاي للتيم الحكي والشغلات هاي بعدين راح نحط لها كبسات معينه بصراحه وانا بصراحه خاطري بيني وبينكم العب كيبورد ماوس يعني اكثر من انه العب بالجويستيك اوكي هاي عموما الكبسات كامله يعني طيب اوكي بسم الله كولكشن اوكي هاي ليش مسكر؟ ليفل 15 كويرت اوكي اوه هاي الحب هاي راح ايوه خلينا نشوف كستمايز مثلا سكن انا عندي نسخه الالتيميت المفروض انه هاي واحده من سكناتها اوكي خلينا نلبسها هيك دقيقه شوف شو في سكنات اذا عندي انا هذا ما عندي وفي واحد اعتقد له سكنات ايرش اكيد اعطوني سكن طبعا حلو طيب بوريس هذا هو الانجينير اعتقد هذا اللي بيحط ناس شو وظيفته صراحة انا 100% صدقا اكون معكم صريح اشوف شو هاي قوية والله هاي اعتقد الباتل باس اللي هي التير ما تير هسه بشرح لكم عنها اكثر واكثر هذا اللبس انا اللي بدي الله الله ها يعني هذا اللبس هذا السكن شوف شوف في سكنات ثانية له بالله يا سلام يا ويلي بس لا القوة هون صراحة يعني نايت اوبريشنز انلوك باي كيل اند اسيست از كاسبر حلو هاي سهلات يعني تفتح اللبس هذا ايش وضعه؟ هذا الهندي صح؟ اعتقد والله اوه حركاتك ها هاي على ليفل 25 ريكويرد اوكي شو عندنا لبس لها شوف هون حلو لطيف نوعا ما وهذا برضه من النسخة حلو اي ممتاز حلو طيب خلينا نشوف اللود اوتس شوف في عندي اسلحه طيب مبدئيا ما بعرف اكيد راح تنزل اسلحه ثانيه يعني 100% حلو اكثر اسلحه اكرهها في باتل فيلد لانها اكثر شيء بيخرب عليك الشوت جنز عموما يعني طيب ثواني الاستلات مش حاطين هالكم يعني لسه ما مش مبين عندي حلو هاي اللي ضافوه باتل فيلد في شرح الاشياء ممتاز شو ها سي 4 صح سي 4 هنشوف كيف السلام متذكريها من ايام باتل فيلد 3 اللوك هاي كانت رائعة هاي ايش استمينة اعتقد حلو تعبي لك هيلثك اوكي نفس الاستمينة ممتاز انواع القنابل ايش نحن عارفيها بس انتوا لا تنسوا انه في مثلا كل هيرو له طريقة في القنابل كل شخصية لها طريقة معينة يعني هذا احنا شفنا طريقته طيب بس ثواني احنا خلينا هسه
ما اعتقد. بس هي الاسلحه اللي حاطيها مبدئيا طبعا. العده. الله الله، هون اللعب، هون اللعب يا عمي. فاتحين يشحنون هون هاي الحلو، الاتاتشمنتس والاشياء اللي ممكن اضيفها على الدبابه. اوبن ستيشن، حلو. يا سلام، طيرك والله اشياء بتجنن. سنسور بلس ذا ديتكت انمي نير ذا فيكل. طب هاي ايش؟ هاي الاولى بتبين لك اماكن الجنود بدون ما انت مش قادر تشوفهم. هاي بتبين لك سنسور بيكون شغال انه اذا حدا قرب جاي يحط عليك سي 4 كذا ببين عندك. بس احنا هسه مبدئيا بعدين بنسوي هاي الشغلات. مش حاطي لي. يا سلام، حلو والله السكنات هاي. طيب ايش في كمان؟ الهليكوبتر فيها اشي؟ اكيد العشق. بس احنا راح نبعد شوي. اوكي موجود، مش حاطين اشي للقنر. وبين بينك القمر شو بده يكون له يعني؟ شوف اوب اوب، هون الحكي الصح. 30 ام يمكن نفس باتل فيلد القديمة. اير تو جراوند ميسل، ارضي جو ارض. هاي لا، هاي لا بتلحق الواحد بدون ما تعطيه لوك. تذكروها؟ اوه ها، هاي سكن الاسود، اتوقع الاسود. الاسود رهيب، كنت عارف. اوه ايام ال، استنى، 42. حلو 42، اي لايك ات. بس مش ضايفين هالاشي يعني، اكيد لقدام راح يبين الاتاتشمنت ستات ال. غريب مو حاطين الورثق. نفس الشيء صح؟ نفس الشيء اعتقد. هون مش ضايفين لي سكنات، الله يسامحكم. حلو الدرون مش حاطين، ما لسه مش مبين عندي اشي انا اصلا. الستور نو ايتمز. طبعا نو ايتمز. طيب انا بس بدي اشوف شغله بالهيرو اللي هي هاي. من ناحية ال، ولا هاي جوا الجيم اعتقد. شلون راح يبين معي؟ مش من وين راح يبين معي، لا لا من داخل الجيم. طيب اوكي، شو اللي كاتب لي؟ الشيلد شايلينه، بيعملوا له نيرف اعتقد او بعدلوا فيه شغله. اوكي هسا لو بدي افوت، لا 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 ما بدي العب، ما بدي العب. كنسل 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 كنسل. بعدين بفوت جيم. هسا احنا مبدئيا بدنا نشوف. اوكي هاي اذا بدي العب الاجزاء يعني، في باتل فيلد 42، باتل فيلد باد كمباني 2 رش، باتل فيلد 3 كونكويست. وان لا شكرا ما بدي العب. و في اي بي فيستا ما بعرف شو هاي صراحه. خلينا نقرا. سكور باي اليمينيتنج ذا انمي في اي بي داي اند يو ديبلوي وذ ان اول نيو لود اوت باي كورج جي دي. طيب يقول لك انه قد ما قتلت اكثر عدد لاعبين في اي بي هيك تفوز يعني، وتموت رسم بلود اوت جديد كامل تماما. حلو هاي احنا عارفينها، كلاسيك كانكوست الرش والكانكوست كله معروف. هاي اوكي شكل بينج غريب، اتوقع لازم نسوي شغله في الريجن اوبشن. لا خلاص شكرا. ها هيك اوكي. انا طبعا البينج اندر ما اعتقد راح يزيد اكثر من هيك، لانه انا على سيرفرات بالاردن، على سيرفرات اتوقع المانيا اظن اللي هي يوروب، دائما كانت لما باتل فيلد القديمه على سيرفرات المانيا. بس اوكي كويس هيك مقبول يعني. كان كويست راش كاستيوم فولود ما بعرف شو هاي. الهوست كوليكشن، يا سلام على الصور الله على الاجزاء. اوه متذكرينها شخصيات باتل فيلد 3 هيها. هذا السبورت، هاي الريكون كان اسولت انجينير سبورت برضو بالروسي. هذا الريكون اتوقع بالروسي كمان، خلينا نشوف. طبعا راح احط لك يا ابشر. ها
كلكم راح تحطوها. يلا هاي ايش؟ اوكي طيب، هسه انا مبدئيا يفرجوني. طيب الله على الام 16 A3. يا سلام يا عمي، والله عز، الله انك عز. ذكرينه ها. طيب خلينا نشوف شو في اتاتشمنت. لا انا صراحة راح احط له اوكي هاي تمام. اوه في انواع لها كمان. طيب دقيقة، لا معناته نخليها هيك. انا هيك كنت العب اعتقد. لا 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 انا قاعد فهمت قاعد العب على كيفي انا، سوري. طيب احنا من جوا الجيم بنغير. اوكي فاهم. لا خليها على هسه مبدئيا، خليها على الثبات. انا بعدين راح نجرب، بس انا افرجيكم والله، حاب افرجيكم من جوا الجيم. من جوا الجيم كله بتغير. اتوقع كاتم كنا نشوف شو فيها. ها كاتم خليها، ممتاز حلو. قوم قوم. طيب مش حاطين هذا طبعا المفضل يعني. خلينا نشوف فيكلز شو حاطين لنا. لا الورث وين؟ طيب ايش حاطين لنا السنه شوي؟ والله حاطين طيارات لعب، بس الورث شيء تماما ما بعرف كان. وحاطين الاتاتشمنتس كمان، مفتوح على الاتاتشمنتس. يا سلام سلم اي سي ام جمر طبعا. السنه شو كنت حاط انا ايام الستلث؟ شوف لا الستلث انا كنت حاط ستلث والاي سي ام جمر وهيت سيكرز. ما كنت حاطها، كنت حاط اتوقع الجايدد ميسل او الركت بودز، بس خليها على الجايدد ميسل احنا. اوكي بس مش حاطين غير هيك، ممتاز. الفايبر وين هاي؟ لا لا الفايبر لافوك، لافوك عفوا. ايوه طيب اوكي بدي، خلينا نسوي هاي احنا جايدد روكيت هيت سيكرز واي سي ام جمر طبعا والستلث اعتقد. طيب مبدئيا انا بعدين هاي الشغلات كلها راح اسويها يعني. شفتوا انا بدي اعطيكم نظره سريعه. هاي طبعا باتل فيلد 3 انا كله قاعد اسويه، كله لباتل فيلد 3. هاي الجير الويبنز كلها تاعت باتل فيلد 3، الله يبشرهم بالخير يعني. مش كلها كلها طبعا، مش مع الباتشات من الزي، بس حاطين الاسلحه اللي احنا كنا نلعب فيها. الام 416 الام 16 اي 3 اللي هو افضل سلاح كان للعبه باتل فيلد 3 طبعا. هاي القطاعات بيعرفوا فقط لا غير. عفوا فمتذكرين انتوا الاي كي يو الاي كي اس يو عفوا. ايش في كمان عندنا؟ السكار ال سكار اتش عفوا، سوري الاسماء تخربطت زمان مش لاعبينها يعني. الامور طيبه حلو. انا صراحه يعني طلعت جزء والله انهم بفهموا. مش تتوقع يكونوا حاطين لهم؟ استنوا شوي، مش حاطين لهم مش المساكين بس. حلو ويبنز شو وين؟ ما في. اوكي الجير حلو. طيب هسه احنا ضل عندنا باد كمباني طبعا. يا سلامة باد كمباني لعبتها طبعا. باد كمباني 2 فترة طويلة، اكثر لعبة كانت بالنسبة لي ممتعة. خش شوف حاطين لهم. دقيقة نبلش بأول واحد نشوف. حاطين لهم سكينة من تحت باد كمباني صح. حلو طيب اللود اوت هذا السلاح بتذكره، هذا كان أول سلاح معك تلعب فيه. يا سلام يا سلام. اي 2 مش اي 3 القديم اتوقع. البيرست هذا ما في فول اوتوماتيك. بيرست هي بيرست سنجل، ما في اوتوماتيك. الاي 3 الاوتوماتيك. سنايبرات بات كمباني جي 3 حلو والله نايس يعني. عموما نايس هاي الكوليكشن كامل حلو. هسه خلينا نشوف الهازارد زون طبعا. يا Your mission here isn't about an enemy, it's about securing assets, specifically data drives. Data drives are found inside satellite pods. The squad needs to retrieve as many as possible, bring them to an extraction point, and get the hell out. The assets could be anywhere, out in the open, stashed in some building, or hell, already tucked in the enemy's pack. You can grab those too.
but look out for the occupying forces. They're dug in, expecting you, and they'll shoot any notepad on sight. The more data drives you extract with, the better the reward. And the better the reward, the better gear you can bring next time. Strategize with your squad. What gear do you bring? Are y'all gonna play it stealthy or balls to the wall? Your squad will share the number of drives you extract, even if only one of you makes it out, even if everyone else died trying. Keep your eye on the time remaining in the extraction window, and make damn sure you hustle when you get the call for final extraction. Extraction is victory, people. Go get it. Nice. Hello. Okay. نفس الشيء بس احنا ايش؟ لا انا ما بدي العب كانسل شكرا. بلاير كارد انا عفوا زوري ما بعرف شو قصتي انا اليوم. هاي ال سبيشاليست هاي لسه لما بدي العب عشان افتحهم نفس ايام باتل فيلد زمان 100%. شو نحط صورة؟ يا سلام الصور. طيب ثواني نحط، انا شايف انه هاي والله مناسبة الصراحة. هاي نار تاجز. شو نحط تاج؟ اوكي اولد جارد. طيب اوكي هسه مبدئيا يعني هم ما فيها الخيارات المتاحه الكثيره. السيرفرات مش حاطيها لسين كمان، مش حاطين توتال سيرفرات انه اشوف مثلا انا بدي افوت على سيرفر. طيب فما بعرف صراحه كيف انه لا احنا قلنا اوكي هاي لو بدك تسوي انفايت لحدا من الشباب. تشينج جيم مود، ايوه من هون انا بدي افوت. كوب حلو، سولو كوب موجود. البريك ثرو خلينا نشوف والله اشوف. انا بعرف البريك ثرو خلاص بس كنت اتاكد. سيلكت جيم مود اوكي نايس خلاص. يحطي لك كنكوست هون والبريك ثرو. طبعا البريك ثرو اعتقد هو الافضل والانجح. كنكوست له جو حلو بس البريك ثرو راح يكون اعظم يعني بصراحه. لما انت تلعب 64 ضد 64 بمواجهات شرسه فالامور عندك راح تكون خربانه. وهنا عندنا السولو والكوب اللي هي تلعب سولو لحالك او كوب انت وثلاث يعني سكواد كامل اربعة تكونوا تلعب كوب ضد بوتات اعتقد اونلاين. بس بوتات اونلاين ما بعرف كيف صارت بس عموما يعني حلو. هذا اللي كنت ادور عليه عشان اعرف غير الجيم مود. لا انا ما بدي ايوه خليها هيك بس انا ما راح افوت جيم. طيب شو ظل اشي ممكن اشرح عنه انا يعني الصراحة بتكون مفوت جيم مفوت جيم فوتنا جيم بريك ثرو سريع نكتشفه انا وانتو شو رايكو. هازارد زون ما راح افوت هسه ولا بورتل. البورتل ما دخلتها خلينا نشوف. اوكي نفس الهاي اوكي تمام. انا هذا بدي اياه البراوزر من هناك عشان نقدر نفوت نشوف سيرفرات بالمولتي بلاير بس يمكن بعدهم مش حاطيها. يلا خلينا نفوت جيم احنا بريك ثرو بسم الله. شو هاي؟ دقيقة بالله. اوكي هيك. لانه انا مثلا بدي احدد الماب لسه مش عارف كيف. يمكن انا ما بعرف كيف ما انتبهت يعني. طيب بسم الله حلو. اتوقع هاي الدوحة. دوحة هاي السكواد اللي احنا فيه. نايس حلو. بداية موفقة جميل. بسم الله. Russia is crying foul over a technology shipment trapped in Doha, Qatar. But they're hiding something. They deployed an entire assault force to occupy the region. أنت جرب الطيارة أنا أول شيء. They'll try to slow you down. Don't let them. هساي بريك ثرو طبعا أنتوا زي ما أنتوا عارفين. Stay aggressive. Transport is waiting. حلو.
بفوت لكم بالطيارة، بدي اشوف السيتنجز تاعت الطيارة لازم اسويها لانه انا عارفها راح تختلف تماما اكيد. واحد يلعب على البي سي وواحد على الاكس بوكس اعتقد، واثنين بلاي ستيشن. بسم الله. بلشوا كتابات الشباب. حلو، الدخلة عجبتني الصراحة. بحاول اشيل هاي على السريع. لا 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 لا، بالغلط بالغلط بالغلط، انا عارف هذا راح يصير الحكي. اتوقع ما راح يكون معهم طيارة. احنا يا ابن الحلال طير. ايوه. يلا جاي 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 جاي، اهدوا بس. حلو. الهيت مارك انا مش عارف قاعد اصيدها ولا انا اهبل. اشو طيب، انا لسه مش فاهم الامور صح. السكين عجبني الصراحة، تحسه خليجي. انا لسه يعني بدي الاقي حدا طيب اذبحه. طيب ثواني، انا عارف انكم تشوفوا القتال الارضي، انا راح انزل ما راح اضل في الطياره اكيد يعني، بس انه انا مش فاهم بالنسبه لل حلو. هاي ها 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 ها، التحكم شوي صعب، انا مش فاهم قاعدون متاثروا ولا بتهيألي، والله ما انا عارف. انا بدي اشي يعني يا عمي. ها يلا عيش، بدي اشوف شو اخرتها. انا ميت؟ اوكي ميت. ايها اي واحد يا رب. حلو، هذا لا لا. طب انا معطيكم فلير تستهبل. ما انا ميت. ايوه حلو، شلنا واحد. شوف ممتاز، يمكن بداية حلوة. انا راجع انا راجع انا راجع انا راجع. ثواني شوف الماب. حلو، والله كثار. ها انا عارف نحموت. لزق هذا خلص. طيب هسه خلينا ننزل طبيعي، بس نشوف مش مسوي شي شكلي من برا انا من السيتنجز عامة. السرعة اوكي. دقيقة، الله على الأجواء. هذا الكلب أحقر إشي ممكن. لا لا ما أنا ما يلا تحملوني شوي يا جماعة الخير، أنا لسه ما بعرف كيف أطير ولا بعرف، بس أجواء نار نار. شوف كم واحد. طيب حلو، إحنا لازم ناخذ السكترات هسه. طبعا راح اموت، بس بدنا هيلث 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 هيلث. ابوس ايدك. تعال انت خلنا نعيشك. ولا قوم قوم قوم. حلو، طبعا هي بطيئه الريفايف هون لانه تعال. لا 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 لا، ارجع ارجع. يلا هسه تعال، تضغط مربع مره واحده بس. يعني انا مش فاهم من وين قاعد بيجي كل هذا. طيب ثواني تحملوني يا جماعة الخير شوي.
حلو، نقدر ناخذ السكتر احنا، بس في ستة واحنا ثلاثة بس يعني لحد الآن داخل السكتر. نحاول ابش عليهم، نضغطهم. ايوه ايوه هون هون هون، اقعد. حلو. لا لا حرام، ما انا هيلثي ماكل هوا يا زلمة، عايش صاحبك. حلو، مرجلة والله الشباب. حلو حلو حلو، والله الاجواء نار. حلو، في كومبات اعتقد، اشوف شوف في، يلا اوكي مش غلط. انا بدي انزل. طب يا جماعة الخير حموت. هو هيك بنزل. انا وين الشباب طيب؟ يوم انا عارف، تعال انا بدي اتعلم عليك اليوم. انت اللي تعلمت علي والله، مش انا اللي تعلمت عليك. استنى. بلشنا. لسه ما شفت شو الابيليتيز تاعت الهيرو انا مبدئيا. ايوه نايس، اخذنا برافو 1. اما دخل نار شباب متوزع صح. هاي الابيليتي الثاني خلينا نشوف. حلو. كيف تغير نوع ال ممتاز. هاي ايش؟ سواب جرينيت تايب. طيب خلينا نجرب هاي. ويت. بتعبوا هذول، نايس. طيب انا خلينا نرمي شيء عادي. لا لا يا جماعة الخير، يا الله انا من برا كانه لازم كان زبط السكوب. الله حياك مرجله ورب الكعبه. قوم وحش. كثار كثار. سرعه الاداء. بعدنا نحاول نتعلم جزء جديد علينا يعني. خلينا نشوف من السيتنج زون بقدر اغير على السريع الاتاتشمنتس ولا ما بقدر، ولا كيف الترتيب. لا ما اعتقد اني بقدر صح. استنى استنى. طيب اوكي الهيرو نفسه هذا. بقدر. حلو نايس والله. خلي السكين هذا احنا. طيب هاي نتعلم ليش شغلات بعدين، خلينا جوا الجيم هسه احنا مبسوطين. اوكي اصوات نار. ما حظل اموت انا يا الله. يلا مش مشكله مش مشكله، تعلم قاعدين. والما اكثر والله لنزل مع صاحبي. تعال طيب. الان الامور من تستيكو الصراحه. في تشات انا مش عارف كيف بدي احكي بالتشات. يا الله كيف ما مات. لا في واحد كاتب انه في بقات في الكومنت هذا فوق، انا ما بعرف كيف بدي اعمل تشات والله. ثواني اشوف. هي ار2 من هون هيك ار2.
رايت تو تيم سكواد بارتي تيم هيك. انا راح اكتب لكل التيم. ها مثلا لا ويت كتبنا لهم الو الو خلينا ايش نبشر بالدخله نبشر بالدخله نضغطهم نضغطهم نضغط ضغطني الله انه ضغطني هالحيوان. حلو بس والله البريك ثرو رهيب. لا 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 سنايبر هذا ايش بوت يعني؟ آه مش فاضي له الصلاة بعرف شو. لا 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 شو هذا؟ حلو شو هذا؟ قاعد يلي قاعد يلي مقعد بس حلو. هم قاعدين يحاولوا يرجعوا يعني بي 2 ظلنا عشان ايوه لازم ناخذ بي. اوكي 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 فهمت فهمت نظام البريك ثرو هون بيختلف شوي. شوف والله بيختلف. هاي اذا بدي اطلب اشي انا نيد باك اب. اوف اوف ما لقيت غيري يا ابن الحلال يا زلمه والله عيب قاتل اربعه انا. طيب مش مشكله اوكي. اذا ما كنت تعرف انه الفليم تاع الار بي جي اذا كنت وراه راح يذبحك وينزل من هيلثك كثير بدك تعرف المعلومه هاي. ضغط ضغط لا انا غبي. يلا ولا اقعد تويا اقعد اقعد خلاص اقعد خلاص. نايس فجرنا اكويبمنت. كان في واحد فوق اتذكر بس انا مش حلو. لين بلش يرجع لين بلش يرجع. ممتاز الامور طيبه الامور. شو هذا؟ لا 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 لا, لا. ايوه اصبر يا علينا. من وين اجى هالبني ادم؟ الاسلحه مالها سكنات انا استغربت صراحه مش عارف. طيب بس احنا ايش؟ هنجرب. اصبر 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 اوب 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 سنايبرات سنايبرات اوف اوف اوف. يا ما يعني ليش انا؟ في سبعه حوالي ليش انا؟ هو يعني انا اقعد يا انت تقعد. انا اللي حقعد. اقعد انت. حلو احنا خلينا نغدرهم ما بعرف اني هون انا يمكن. حاول الفلهم قاعد. لا 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 لا. والله انك بطل. والله انك بطل. ما جربنا الاولى. هاي اللي بتطير شكلها ولا تنفجر بتنزل. اوكي ويت 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 حاصرناهم احنا. حلو we no longer hold
عالجبلهم مع الجبل غلبهم. ثواني 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 بلشوا بالازر جاب ليش نرجع هادي متنا. حلو حلو بما انه اول جيم فحلو الامور. لا حرام حيفوزوا. شو في اشياء هون ماخذين كل شيء الشباب مش موفرين والله. حلو خسرنا اول جيم استفتاحي سيء صراحه بس يلا مش مشكله نتعلم قاعدين. بس والله نايس كل اشي نايس اكيد راح يعدلوا اكثر بس الامور خرافيه. Most objectives captured. هذا افضل سكواد. حلو صرت ليفل 2 انا نايس. اوكي بعدين اها شو هذا؟ لا شكرا. انلوك ريورد بري اوردر بونص. طيب حلو حلو اوكي سكن. ها في سكنات. طيب ماشي اوكي هذا كثير حلو. هذا ما شفته انا نفس الهبل. اوكي اوكي هذا كثير روعه. شفناه شفناه. اوكي نايس. طيب اوكي مبدئيا هسه انا بس اشوف الاتاتشمنتس من وين الويبنز. ثواني الويبنز اوكي احنا ما فتناهم صح؟ اها من هون انا لازم اعدل. ايش حاطي لي سكوبات؟ على الليفلات هي. طيب استنى شوي انا ما بدي حزيد واحده انا ليش ها هيك هيك اه اوكي. طيب اوكي نروح على شو اعطيني شيء. طيب اوكي استنى لا في عندي هاي اوكي ممتاز حلو. ammunition حطيناها الاندر بارل ويت ولا ايش عندي. اوكي عندي سبريسر. ايش كمان في عندي؟ ايش هاي؟ اه اوكي اوكي اكستندد بارل ما ضل عندي. اوكي تمام خلاص هيك تمام. هسه الامور طيبه اعتقد هون. هسه بدي السكن انا من وين. اها 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 هيك من اول مش فاتحين اشي مش مشكلة. واحد اعتقد واثنين صح؟ اه صح هيك ثلاث. اندر بارل نشوف ويت ولا اشي بارل. طيب اوكي نايس حلو. هون في سكنات عندنا. اوه هلا سكن سكن والله اقول لك. نايس حلو. شو ظل عندي اشياء انا فاتحها كمان. هذا الحب شكله راح يكون. بسم الله اصبر. اوكي مش مشكلة. مش فاتحين اشي. اوكي مش مشكلة. ولا هون خلي هاي. طيب هذا السكن ايوه هذا اللي بدنا اياه يا عمي. هون ايش عندنا؟ ول 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 كل فايف وذ هاي هسه تقعد كل سلاح بسلاح ونفس ايام مثل فيلد 3 و 4 كل سلاح بسلاح والله يغلبكم حتغلبونا مش مشكلة. طيب اندر بارل اوكي البارل
ما في كله مسكر، تمام حلو. وين شلنا؟ شوف تسكن مش معبريك فيه انت، مش مشكلة. بس هذا عجبني 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 الصراحة. اللود اوت ما حقدر اغير فيه شي لان ما في هالاشياء عندي، هالكم الهائل بعدين نسويهم. بس حلو اشوف والله لو قتلت واحد قد يزدوني هون ولا ما ببين. اوكي بدها لسه بدنا نتعلم عليها اكثر 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 عشان واحد يفهم. عموما الله يعطيكم الف عافية، ما بعرف اذا في شي ناقص مني او ما انتبهت اي شي خبروني عليه. انا لسه مشكلتي المابات، من وين نقي المابات ما بعرف صراحة، يمكن بعدها ما نزلت ما تعدلت. عامة انتم عارفين انه انا قاعد العب هسه مسبق، طلب المسبق، فيمكن بعد ما عدلوها تماما. على كل حال ان شاء الله انه الفيديو عجبكم والجيم بلاي انا عاد ابهرني اللعبه خلاص، يعني رجعت نفس ما احنا كنا بدنا اياها بصراحه. طبعا لسه لقدام راح تكون افضل وافضل واشياء اجدد واكثر يعني حتى الشاشه الخارجيه مش ما في هذه، فاهمين كيف؟ يعني اكيد راح تتعدل لما تنزل اللعبه كامله. هسه هاي بس للبري اوردر، هي كامله اللعبه عشان ما تفهموني غلط، بس هاي بس للي عاملين طلب مسبق. المهم الله يعطيكم الف عافيه وان شاء الله ان الفيديو نال اعجابكم. لا تنسوني من كل شيء، ولا تنسوني من انه حتى لو في اخطاء احكوا لي اياها، انا ما عندي اي مشكله. الله يعطيكم الف الف عافيه للمره المليون، واراكم في الفيديو الجاي اللي هو راح يكون جيم بلاي للهازارد زون، وبعد لها جيم بلاي للبورتال وشرح عن هازارد زون. الله يعطيكم العافيه، مع السلامه.